بعده قررت شركة واتساب انها تغير لون شعارها من الاخضر الى القوس قزح دعم المثليين. يهين هو نعوزوت واتساب انها تغير لونها الى دعم المثليين. اتوقع ما احد منكم يصبر عن هذا البرنامج، وكل تواصلكم معها ليكم وعملكم عن طريق هذا البرنامج. طيب اذا البرنامج حط هذا اللون هل بتستمروا فيه؟ وإن استمريتوا فيه تعرفون أن أولادكم وأولاد أولادكم وأحفادكم بيستخدمون هذا البرنامج اللي يدعم المثليين. إيش قراركم؟ عن نفسي أنا قراري من قراركم. لو اتحدنا وكنا قلب واحد يد واحدة تنطحن واتساب هي بمثليين ناس بخندون ناس إلى 60 داهية سواد وجه. يا هي مصيبة يقولكم الواتساب ها شركة الواتساب صارت تدعم الجماعة الميم، يعني احتمال هذه الأيقونة الخضراء بتتحول للأيقونة هذه جمالتهم اللي فيها ألوان هذولاك الشواذ. السؤال اللي يطرح نفسه احنا كعرب كمسلمين، إذا باكر هذا الأيقونة غصبا عنه تغيرت من الخضراء للملونة، هل راح نحذف التطبيق نهائيا من أجهزتنا ونبحث عن تطبيق بديل ونقول يلا ترى احنا ما لنا شغل احنا مجرد ندخل؟ أعطونا رأيكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.